حزب الله اللبناني هاجم الشمال الإسرائيلي بالمئات من الصواريخ خلال أقل من 24 ساعة. التفاصيل كانت قد نشرت من قبل الأسوشيتد بريس وكذلك الجيروزلم بوست، وجاءت هذه الهجمات من حزب الله اللبناني على مستوى دفعات من هذه الهجمات أو من هذه الصواريخ. واحدة من الهجمات على سبيل المثال والدفعات الأولى صباح هذا اليوم جاءت باتجاه الجليل الأعلى، كما تلاحظون أبرز المناطق التي استهدفت هي كريات شمونة، وكذلك باتجاه شمال شرق إسرائيل وشمال غرب إسرائيل كما نلاحظ هنا. وبعد ذلك الموجة الأخيرة كانت بهذا الشكل كما نلاحظ الكثير والكثير من الصواريخ. نتحدث عن أكثر من 200 صاروخ استخدمها حزب الله اللبناني في مهاجمة إسرائيل. وهذه الهجمات لم تكن عادية، هي تسببت بعشر حرائق في الشمال الإسرائيلي إلى إصابة شخص واحد، سقطت على مناطق مفتوحة، ولكن أيضا بعض هذه الصواريخ والشظايا الخاصة بالصواريخ قد سقطت هنا على مركز للتسوق كما نلاحظ في إسرائيل في عكا تحديدا، وبالتالي هذا كان من الممكن أن يسبب مشكلة كبيرة وحسابات خاطئة من شأنها أن تشتعل الأمور بسرعة كبيرة للغاية. طبعا القبة الحديدية الإسرائيلية كانت حاضرة في التصدي لهذه الصواريخ كما نلاحظ، كانت هنالك الكثير من اللقطات للتصدي، ولكن هذا الأمر لم يكن كافيا لمنع هذه الصواريخ من ضرب أهدافها بسبب الأعداد الكبيرة لهذه الصواريخ التي استخدمت. وهذا الهجوم يأتي بعد ما يقارب الساعات، يوم أمس كانت هنالك أيضا موجات كبيرة من الهجمات من حزب الله اللبناني على إسرائيل، تحدثت عنها فرانس 24 والتايمز أوف إسرائيل، وكانت بهذا الشكل أيضا ضربت عددا من النقاط الموجودة في شمال إسرائيل الجليل الأعلى وشمال غرب إسرائيل كذلك، وجاءت الصور بهذا الشكل لهذه الضربات كما نلاحظ. وطبعا حزب الله اللبناني هنا نفذ ما يقارب الأكثر من 300 صاروخ، نفذ هجوما الهجمات التي نفذها أكثر من 300 صاروخ على الشمال الإسرائيلي، وهذا لم يأتي من فراغ أبدا من قبل حزب الله اللبناني، لا أبدا، هو جاء بعدما قامت إسرائيل باغتيال محمد نعمة ناصر أحد أبرز القيادات في حزب الله اللبناني يوم أمس باستهداف بطائرة مسيرة هنا في منطقة صور كما تلاحظون، مدينة صور تحديدا في منطقة الحوش هي التي تم استهداف بها هذا الرجل وهو كان يقود سيارته كما هو واضح. ويجب أن ننتبه هنا من خلال النظر لهذا الموقع للتأكد وللأخذ بالتفاصيل ما جرى من طبيعة هذا الاغتيال. سنلاحظ أولا هذا المبنى المميز هنا الذي يبدو كمبنى كبير كفيلا محتملة، طبعا التصميم المعماري لها مميز للغاية، وبالتالي هذه واحدة من النقاط التي يجب أن نبحث عنها لتحديد هذا الموقع. وسترى بأننا أمام طريق واضح مع انعطافة من هنا إلى الشمال طبعا، وكذلك أن هنالك مسافة مفتوحة، ليست هنالك مباني حتى نصل إلى هذا المبنى الذي نتحدث عنه، وكذلك ترى مبنى سكني كبير وبعدها بمسافة يأتي مبنى آخر هنا، ونلاحظ هنا شجرة أولى شجرة ثانية، وبين هذه الأشجار تم استهداف هذه السيارة ومحمد نعمة ناصر هنا في هذه النقطة. وبالتالي إذا اتجهنا إلى الموقع لكي نفهم بالضبط ما الذي جرى وبسرعة إلى مدينة صور، هذه هي مدينة صور التي ترونها المطلة على البحر المتوسط، وهذه هي منطقة الحوش التي نتحدث عنها. والمبنى إذا ما بحثنا في هذه المنطقة فالمبنى الوحيد المتطابق مع المبنى الذي رأيناه قبل قليل هو هنا، وهو متطابق تماما مع المبنى الذي لاحظناه والذي يبدو كفيلا كبيرة. وبالتالي دعونا ننسحب من هذا الشكل طبعا بالقمر الصناعي قليلا لكي نحاول أن نجد نفس العلامات، وسنجد أنفسنا أمام هذه المنطقة وأمام هذه العلامات. هنا المبنى الذي تحدثنا عنه، هنالك مساحة مفتوحة كما هو واضح، وأيضا المبنى الأول المبنى الثاني الشجرة الأولى والشجرة الثانية أيضا هنا، وهذا يوضح أن هذه العربة وهذه السيارة ببساطة كانت تسير هنا في هذه المنطقة السكنية، وجاءت فجأة الطائرة المسيرة الإسرائيلية وهي تتابع هذه السيارة لتقوم باستهدافها وقتل محمد نعمة ناصر مباشرة بهذا الاستهداف، ليوضح طبيعة الاختراق الكبير من خلال هذا الاستهداف، لأن هذا القيادي هو ليس بالقيادي العادي أبدا. استهداف هذا الرجل أغضب تماما حزب الله، وهنالك أسباب مقنعة لحزب الله لماذا هو غضب تماما من طبيعة هذا الاستهداف الذي جاء تجاه هذا الرجل، لأنه يعتبر خسارة تكتيكية مهمة للغاية، خسارة استراتيجية مهمة بالنسبة لحزب الله.
الله، حيث أننا يجب أن ننتبه أن الجنوب الإسرائيلي أو الجنوب اللبناني عفوا هو مقسم إلى قسمين، هنالك طبعا الجنوب الشرقي وكذلك الجنوب الغربي كما نلاحظ، هذه المنطقة الجنوبية بشكل عام، وهذا الرجل أساسا هو قائد وحدة عزيز، ووحدة عزيز هي الوحدة المسؤولة عن العمليات الأمنية تحديدا في جنوب غرب لبنان، أي إنها الخطوط الأمامية في مواجهة إسرائيل إلى جنوب غرب لبنان. وهذا الاستهداف الذي جاء تجاه هذا الرجل يأتي بعد 20 يوما فقط من استهداف شخص آخر وقيادي آخر، وهو أبو طالب. وأبو طالب هو قائد وحدة عزيز ووحدة نصر عفوا، ووحدة نصر هي المسؤولة أمنيا عن جنوب شرق لبنان، أيضا تعتبر من القوات ومن الخطوط الأمامية في عملية مواجهة إسرائيل إذا ما بدأت باقتحامها على الجنوب اللبناني. وقبل 5 أشهر كان هنالك استهدافا لوسام طويل، وهو أحد أبرز القيادات في قوات النخبة، قوات الرضوان في حزب الله اللبناني، وهذا رجل ليس بالعادي أبدا، كان مسؤولا عن ملف التصنيع العسكري الخاص بحزب الله اللبناني، وكذلك مسؤول عن العمليات الخارجية من القيادات المهمة للغاية. وبالتالي هنالك ضرب للعديد من القيادات المسؤولة عن مواجهة إسرائيل في جنوب شرق وجنوب غرب لبنان، وسبق لإسرائيل أساسا في حرب لبنان الثانية في عام 2006 تمكنت من التقدم بشكل كبير بسبب الأرض المنبسطة الموجودة هنا المطلة على البحر المتوسط، تقدموا إلى مسافة بحسب بعض المصادر الغربية تحدثوا بأنهم تقدمت إسرائيل إلى مسافة ما يقارب 15 إلى 20 كيلومترا، ووصلت إلى نفس المنطقة التي كانت قد استهدفت بها هذا الرجل. وبالتالي هذا أمر مزعج تماما بالنسبة لحزب الله اللبناني، لأن هذا الرجل هو مهم في مسألة الدفاع وعدم تكرار هذا السيناريو الذي جرى في عام 2006. وسبق لإسرائيل أيضا أن تقدمت في هذه المناطق أيضا الشرقية في 2006، وهي مناطق مهمة من خلال طبعا هذا القائد أبو طالب، طبعا قائد وحدة نصر المهمة التي تكون مسؤولة عن هذه المنطقة. ولكن إسرائيل واجهت مشكلة في عملية التقدم بهذا الاتجاه من الجليل الأعلى من حزب الله اللبناني، وبالتالي هذه المعركة شيئا فشيئا تصبح أصعب وأصعب على حزب الله مع مثل هذه الاستهدافات من قبل الجانب الإسرائيلي. ولذلك طبعا هذه الأمور وهذا هو الذي جعل حزب الله أن يرد بهذه الطريقة التي نتحدث عنها اليوم. طبعا الإجراءات والأمور والتحركات الدبلوماسية لا زالت مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نهار نت كانت قد نشرت وتحدثت بأن أموس هاكستين، وهو المبعوث الخاص والمستشار الخاص للرئيس الأمريكي في أمن الطاقة والمسؤول عن ملف مسألة الحرب مع لبنان المحتملة، وهو يحاول إبعاد شبح الحرب عن هذه المنطقة بالكامل، تحدثت نهار نت ببساطة بأن هذا الرجل كان قد ذهب إلى لبنان وإلى إسرائيل، وذهب كذلك إلى فرنسا، التقى بالمسؤولين اللبنانيين وأوصل رسائلا عن طريق وسطاء لحزب الله اللبناني، طلب منهم أن يتوقفوا عن مهاجمة مزارع شبعة أو يقللوا على الأقل الهجمات التي تأتي على هذه المزارع، وكذلك طلب منهم أن يضغطوا على حركة حماس للقبول بمسألة إيقاف إطلاق النار، وأن عليهم التوقف بمسألة إطلاق النار قدر الإمكان، وذلك لكي يتوقف إطلاق النار أيضا في جنوب لبنان، وهذا هو الذي سيؤدي في نهاية المطاف بالنسبة لحزب الله اللبناني وإسرائيل، أن يتوقفوا عن إطلاق النار ومن ثم عودة المدنيين الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل وكذلك إلى جنوب لبنان. وبعدها صوت الدبلوماسية يرتفع شيئا فشيئا وبشكل أكبر بين كل هذه الأطراف، وطبعا هو طلب من حزب الله أن يضغط في درجة أو في طريق أن يكون هنالك قبولا للهدنة الخاصة بالهدنة القادمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه إيقاف إطلاق النار، ولكن حتى هذه اللحظة الأمر ليس واضحا تماما مما ممكن أن يصل إليه، لأن حزب الله قال ببساطة بأنني لن أقبل بما يجري مع حركة حماس تحديدا من هذه الحرب، يجب أن يكون هنالك إيقاف إطلاق نار تام في قطاع غزة، وبالتالي نعود وتصبح الأمور طبيعية ونتوقف عن إطلاق النار. أما الإدارة الأمريكية ما طلبته هو إيقاف لإطلاق النار مؤقت، ومن ثم هذا إيقاف إطلاق النار المؤقت ليس مفيدا لا لحركة حماس ولا لحزب الله اللبناني، وعلى هذا الأساس لن نقبل نهائيا. ولكن تبدو أن الأمور ذاهبة لمسألة الهدنة
تحديدا حتى هذه اللحظة أن هنالك فرصة للوصول لمثل هذه المسألة، وهذا الأمر يبدو أصبح واضحا بأن هنالك محاولة إسرائيلية للوصول إلى شيء من خلال بنيامين نتنياهو على سبيل المثال. بحسب إسرائيل هيوم التي تحدثت بأن نتنياهو وافق أن يكون هنالك وفدا أن يتجه مباشرة إسرائيليا إلى المفاوضات من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، للوصول إلى إيقاف إطلاق النار طبعا في لبنان والابتعاد عن شبح الحرب. والأمر أيضا يبتعد أو يعتمد عفوا عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 24 يوليو. ستكون له كلمة أمام الكونغرس الأمريكي ليتحدث أمام الجمهوريين والديمقراطيين، وسيكون له أيضا لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. كل هذه ستحدد ملامح الدبلوماسية المحتملة للابتعاد عن شبح الحرب الذي تهيئ له إسرائيل بشكل كبير. والمشكلة هنا أيضا أن إسرائيل تعلم أن الحرب لن تكون مدمرة على لبنان، لا أبدا، هي تعلم بأن الحرب ستكون مدمرة على إسرائيل أيضا في نفس الوقت. بحسب دراسة قد نشرت من معهد ألما الإسرائيلي، كان قد أوضح بأن أغلب الهجمات بنسبة 94.3% كانت قد جاءت هنا في هذه المناطق التي نراها على الشمال الإسرائيلي على مسافة بسيطة للغاية من ضمن البلو لاين أو الخط الأزرق، الحدود بين إسرائيل وبين لبنان. وهذا يوضح بأن أغلب الاستخدامات للصواريخ الخاصة بحزب الله هي من الصواريخ القصيرة المدى، وكذلك أن تأتي بالدرجة الثانية على مسافة 5 كيلومترات بنسبة 3.1% هنا من الاستخدامات الصاروخية لحزب الله اللبناني. وهذا يوضح أن حزب الله لا زال يحتفظ بالكثير من الصواريخ البعيدة المدى الخاصة به التي تصل لمسافة 20 و30 كيلومترا على العمق الإسرائيلي، وهذا أمر ممكن أن يكون مدمرا. وحزب الله ثبت بأنه يمتلك مثل هذه الصواريخ، مثل هذا الصاروخ الذي سقط هنا على مسافة 30 كيلومترا، أو حتى الصاروخ الذي سقط هنا الذي ترونه على مسافة 20 كيلومترا. يوضح تماما أن حزب الله إذا ما بدأت إسرائيل بالهجوم عليه في جنوب لبنان فإنه سيستخدم صواريخ كبيرة تحديدا تجاه حيفا، ومن الممكن هذا الأمر أن يكون مدمرا على البنى التحتية الإسرائيلية، ليست العسكرية فقط لا أبدا، بل المدنية أيضا. بحسب نفس هذه الدراسة أظهرت بأن أن أغلب الاستهدافات الخاصة بحزب الله 48.8% طبعا جاءت على المدنيين، و51.2% جاءت على النقاط العسكرية، الأغلب العسكرية، ولكن لاحظ بأننا قريبين للغاية من 50% 50% 50-50 بين المواقع العسكرية والمواقع المدنية. يعني بسهولة ممكن البنى التحتية المدنية أن تدمر في الشمال الإسرائيلي وصولا إلى مدينة حيفا، وهذا أمر لن يكون سهلا أبدا على الجانب الإسرائيلي لخوض مثل هذه المعركة.